عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ونعيسن المحكمة دو فرانتاي المحكمة دا سرى جمهورية دا فدرالكا صوماليا قيمت دا عقابتا وككوبان شنقر صورة وحاي مانتا وحاي تاريخ تتحاي سجدية طبانكا بيش السقالات لابد أكون يا أفريا لباتن وفريسان إيسا قال دعوية كاي سمدي ستهاي طبان لابد أكون أفريا لباتن يعود حيا إيسان سيد علي معلم داود كنا إيسان قضبك أفر بقول صدن يا أفر حيرك عقاد تقود وعيقرينويه علي حالنا علي محمد جبريل هي محمد عبد ورصمه لدنكوا قرق الصوماليات أو مثل يو حفيز كا كريقان كا جود دولة ده حفيز كا حراليها جود دولة ده محكمة دو وحيكون واقع السامات إن شاء الله تعالى قوان كيدي قصر لسنا أصباتي أي دقي ستي فدقي كوباد يدعو دن هول كان كاقب صومي أفريا لباتن كي بشي سيديدات لبضكون أفريا لباتن. بسم الله الرحمن الرحيم. محكمة سارة جمهورية فدرال صوماليا مركي عيسي قوتدير ودرستي أرشيغا عباشادة أسبابتي إذي سنها يرى عطين تا قرينة ديس الدفاع درستينا دود أفيدي أي كسو جدي المحكمة سارة دال كهورتي عباشادة سؤنو حركيز وها كو إن عباشادة أي سلقو يهين حرفها با يدى فقرد اللباد يقولوا بكالله بقول صدون يلبا حيرك هبك عقاد الصوماليات وشيغيا إن محكمة دا رفعانك قبل كبنادير أي مركي أي دعوة دا قاد يسي أما حكم كيدو كوحد ببي شرعيغا كقاب يسي الرمو دعوة دا مهيم ودين عيدا متكود أما محكمة دا أي سوچي يسي حكم كو آنو كفدين أسباب شرعي أما أسباب تا حكم كالله عسكا دياني كفلين اللبا إن حكم كمحكمة درف عنك وليها يسدح وجهي وإسخلاف سن إسكنو هريمان إياه دنك الضبقات الشرعية مع النبي الشريعة الإسلام كا يمذهبك الشافعية إدل كينا اللغة دقمه صدح إن محكمة درف عنك قبل كبنادير أي أيدي حكم كمحكمة در قبل كبنادير إيضوان ديبو دقي السن وحي محكمة در قبل كدعي تاسو خلاف سن فقردها باع فقرد اللباد قلبك لببق السودان يكو حركة حق عقاد الصومالي أفر إن محكمة دار رفعانك قول كبنادير عني سوكو بين دعضة يقول بضا الشرعي وكوس اللي سيهاي حكمكو ساتنا يكو خلافتي قلبك بقول لباتن يكو حركة حق عقاد الصومالي شن إن حكم كمحكمة درف عنك قبل كبنادير لابد السي قرينه وأعدينا أن توصحين ماله يلو قاتين تاسو خلاف سن وضبط بقول يطبا بقول لحدن يصدع وحفيز كحرال هو جمين ينا سيان شك ما انقله كجرين هو عديان دنبيغا إلي سنة لح إن حكم كمحكمة درف عنك قبل كبنادير خلاف سن يهي دمان أفرت المذهب فوق هذا إسلام كا فقرد السدحات قلو بقول يتدوال الدستور كاك وميل كاك جيش موريد الفدرال كالصوماليا هي فقرد اللباد قلو بك السدحات إحير كالنظام كالكرسور تدوبا إن لوايي عدين حكم كالغو لسو ساتر تيد أي هايدين لفوليو قسامة دا أما دارتا كدالتا لوس كا أمتون كا يدو إحيرا دا دبناها كنتن دارو اللمرين أيو هدي جيدانا إن عائدي سناح لو رجيه محكمة السرية مركي أي سي مغلو درستي شواب علين تدعو دوويستا ونحر كيبي هاي إن دمان الرماها عبشرة سلديق اللغة ديغي آني شرعي غوافق سناي محكمة السرية مركي أي تول استاكتي درستينا حكم كا محكمة در رفعان كا قبل كبنادير إلا الدور أيو السمد ديسا هي تاريخ ديسا كور لغو سوشيغي محكمة دا وحاو عداتي كو إن قرينة الدفاع عن سعة وإفتيمين سيدا حكم كاللوغو دستي الرماها إسخلاف سن أما إسبورينيا كدو دين إن حكم كدو سنيا لابا
إن حرفها A B C فقرات اللواد يقول الله بقول صدني يكو حرك عقابته عروم محكمة دا رفعانك قول كبنادير كواتيين إن يديو لغيسته دمان وحيك دعي محكمة دا قول كبنادير فلسو اختيار السينة يو إن إسلاس يلي كرتو عديم عصب قادي كرتو مروك رلو لغيستين ديو لغيستين كرتو مركو واحين عصب كمرك فرجو محكمة دار رفعانك قول كبنادير يو هذه السنسة أول داس اختياري قاه أي دعوة سيدة ما يسيران في بقودة جيستي عديم عصب قادي سيو قادو قوان عدالة سيسرتين محكمة دو ما خلافين فقرد أي قرينة الدفاع عبشيرو دا صليقه ودقان صدح إن سوا فقصان حرف كدا فقرد كوباد قلوب كلاوة بقول كوبية لباطن حيرك حق عقاد الصوماليات حكم كا محكمة دار رفعانك قبل كبنادير سي عضو صو كوبي دمان دعوين كدعوة دا قلوبة شرعي آيادها قرآن كا يا حديثة حكم كلاوة لسي ساس محكمة دونا عني خلافين قلوب إن حكم كا محكمة دار رفعانك قبل كبنادير عن خلافين فقرد السدحات قلوبة كبقول يتضبا دستور كميل غير كا جمهورية دا فدرال كصوماليا iyo faqrada labaad qodobka saddexaad ee xeerka nidaamka garsoorka sababtoo ah wuxuu xukunku ku qotamaa asbaab sharci oo maangala shan in xukunku aanu khilaafin qodobada 110 163 xeerka habka ciqaabta eedaysan uhana si aan shaki maangali ku jirin dambiga loogu cadeeyay in heerka cadeynta aanu shaki ku jirin shaki maangali ku jirin aanu macnaheedu ahayn cadeyn gabi ahaanba shaki ka maran balse ay tahay cadeymo xoogan qancinaya qalbiga qofka maangalka kana saaraya sugnaanta ku riixi karta inuu rumaysto si ka duwan daliilada dacwadoogista lix in dooda in qariino oo keliya loo hayo ee deedeysanaa aanay ahayn mid sharciga iyo dacwadan waafaqsan waayo in fal dambiyeed gudis ahay dhacay eeday sana sayid cali geystay dhaawac culus ka soo gaaray horiisi luul cabdi casiis waxa garsoore hortiisa si iskiisa uga qirtay eeday sana sayid cali saas darteed in fal dambiyeed dhacay eedaysan uu yahay qofka falka geystay dhaawac culusna dhibanaha ka soo gaaray midna uma baahnaa in qariino lagu cadeeyo toddoba in marxuuma luul cabdi casiis u dhimatay dhaawacii dabka ka soo gaaray oo 190 jirkeeda gubay gaadhay la kabka saddexaad ee jirkeeda chaanska badbaadinuna 110 keliya ahaa dhakhaatiirtii gacanta ku hayay ayaa maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir koor cadeeyey waana taay u cuskatay in falka gubista iyo dhimashada dhibbanaha uu xiriir toos ah ka dhexeeyo sideed in arrinta la xiriirta qasdiga ama ujeedka faldambiyeedka laga leeyahay aan marna lagu sugi karin markhaatiyo tiradoodu haba badnaatee maadaama cid aan allah subxaanahu watacaala ahayn aanay ogaan karin waxa qalbiga qofka ku jira taas beddelkeeda qasdiga ama ujeedka dembiga laga leeyahay waxaa lagu sugi karaa oo keliya in qofka falka geystay qirto inuu si kas ah falka u galay ama in lagala soo dhex baxo duufaha ku xeeran dhacdada eedaysanaha habdhaqankiisa tallaabooyinka uu qaaday falka ka hor falka dhexdiisa falka kadib goorta uu falka geystay sida uu falka u geystay iyo aaladda uu falka ku geystay in eedaysan uu qirtay in isaga iyo horiisii dhibanaduul cabdicasiis maxamed uu muran iyo ismaan dhaafdhex maray murankoodu ka dhashay arrin cadho dhalin kartay intuu cadhooday baxay soona gatay shidaal gubay goor habeen ah qol ka mida guriga ay ku noolaayeen isaga horiisii caruurteeda isagoo isticmaalaya shidaalkii uu soo gatay markuu falka geystayna ka baxsaday goobtii iyo guud ahaan magaaladii uu falka geystay taas ayaa si buuxda u caddaysay inuu falka ku galay si kasa si dhammaystirana ugu diyaar garoobay inuu geysto ilkasa intaas waxaa dheer inuu si cad u suuraysan karay dhibka iyo khasaaraha ka dhalan karay falkiisa oo goor habeen ah guri la joogo gubay haddaba maxkamadda rafcaanku iyada oo duruufahaas oo dhan xeerinaysa
تبقي سنة قضبة بقول صدن يسديد إيه بقول أفرطن يسد حير كابك عقابتا هاي إذا سنة كوه الشيء إنو بيستي إلكسا سغال قسامة دا دا أما دار تكدالة تالوسكا أما تونكو إن قسامة دا كدالة تالوسكا أما تونكا إتماد كليا مركا لهلو قفل ديلي عد بشي لا قنسن وايو شيرتون لغا قبين اي تلك جيستي عد ديغان كا وعداود كلا دحايسو دين عادي بلا يغونا دفران ساسر تهد دعود دين مجرو قفل ديلي او عد بشي لغران وايي عدنا لغو تونسن يح هاس بدل كيدا واحد عاي فل دمشا فل دمشا سوابي عد فل كجيستي لا قنسن يهي اسنا قرسن يهي نفل كجيستي ساسر تهد محكمة درفعان كقبل كبنادير waxay ku waafaqday sharciiga inaanay sameyn qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuunka toban in sida ku cad jawaabaha kor ku xusan ay maxkamadda sare uga jawaabtay dhammaan asbaabaha cabashada ee qareenada difaaca cabashadu aanay waafaqsanayn faqrada labaad qodobka 232 xeerka habka ciqaabta oo loo cuskaday asbaabta cabashada ee ay ku dureen xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu sheegay xukunka maxkamadda maxkamaddu marka xukunku dhawaaqdo waxa la ifarayaa qofna inaanu wax talaaba iyo fal midna aanu samayn xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faafaasan darteed maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedaysan sayid cali macalin daawud ee ku taariikhaysan 15 bisha 6aad 2024 iyo raacsiinta qareenada difaaca ismadeedu tahay 136/2024 kuna taariikhaysan 2 bisha 7aad 2024 midna kuwa xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee ismadiisu tahay baxa 16/2024 soona baxay 15 bisha 5aad 2024 maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka xukunkan waxa lagu soo saaray magaalada muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 18/9/2024 waa billahi tawfiiq maxkamaddu waxay xidhan tahay